بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي بمدارس النجم الساطع الليبية، تكملة للدروس السابقة في مادة الكيمياء بنتكلم على المول. المرة اللي فاتت في الدرس السابق تكلمنا على المول في حالة الكتلة، يعني أنا بعبر عن المول بالكتل. النهاردة بتكلم على مولات الغازات، بتكلم على الحجم المولي للغاز. هنجد أن واحد مول من أي غاز بيشغل حجما قدره 24,000 سنتي متر مكعب أو 24 ديسي متر مكعب، وهو نفسه 24 لتر. الأرقام دي ثابتة ما بتتغيرش. يبقى إذا أي مول من غاز، مثال لو أخذت غاز الأكسجين، غاز الأكسجين هو O2، ده كده يعتبر واحد مول من غاز الأكسجين. هذا المول من غاز الأكسجين ده عشان غاز بعبر عنه بالحجوم، المرة اللي فاتت عبرت عنه بالكتلة. ده المول، أخذنا كتلة المول في الامتحان. هو بيقول لك إن الأو ب16 جرام، ده ب16 جرام، يبقى 2 في 16 ب32، دي اسمها الكتلة المولية. لكن أنا النهاردة بعبر عن المول بالحجم، ويسمى بالحجم المولي. أنا هنا كتبت لك إن المول من أي غاز بيشغل حجما مقداره 24,000 سنتيمتر مكعب أو ديسي متر مكعب اللي هو اللتر اللي هو يعتبر 24. بس الكلام ده لابد أن يكون في درجة حرارة معينة وضغط معين، فهنا بيكون لابد في درجة حرارة 25 درجة سيليزيوس وضغط الغرفة اللي هو يعتبر 760 ملي متر زئبق. كلنا عارفين ان الغازات بيزداد حجمها بارتفاع درجة الحرارة وبيقل الحجم بزيادة الضغط. فهو هنا ثبت درجة الحرارة اللي هي عند 25، وثبت الضغط اللي هو ضغط الغرفة اللي هو الضغط الجوي العادي اللي هو 760 ملي متر زئبق. وجد أن المول من الغاز بيشغل حجما مقداره 24 لتر. في الكتاب كاتب لو أنا غيرت، مثال لو إحنا أخذنا درجة حرارة 20 درجة سيليزيوس وضغط قياسي اللي هو العادي، في الحالة ده هي هيبقى حجم المول ب22.4 لتر. لكن انا دايما اللي انا هستخدمه اللي هو اللي بيديها لك اللي هي في 25 درجة اللي هي
اللي هي الضغط ودرجة الحرارة اللي هما الثوابت. معنى ذلك الخلاصة ان المول من اي غاز بيشغل حجما قدره 24 لتر 24 دي سي متر مكعب اللي هو 24000 سنتي متر مكعب. في عندنا قانون بيسمى قانون أفوجادرو. بيقول إن الحجوم المتساوية من الغازات، الحجوم المتساوية من الغازات مقاسة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات. طبقا لهذا الكلام، يعني هنا احب ان انا ارجع بالدرس مرة تانية. احنا عارفين ان الذرة صغيرة جدا ومتناهية في الصغر، ونحن لا نتعامل مع الذرة الواحدة نظرا الى صغرها، ولكننا بنتعامل مع جمعا من الذرات. هذا الجمع من الذرات اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو يسمى بالمول، والمول ده بيحتوي على عدد معين من الجزيئات اللي هو يعتبر عدد أفوجادرو اللي احنا درسناه في الحصص السابقة. عدد أفوجادرو عدد ثابت وهو 6.2% في 10^23. عشان اسهل عليك الامور بقى كده نعمل ملخص خفيف للدرس. انا لو عندي غاز الاكسجين اخدت مول واحد من غاز الاكسجين ده كده O2، انا هاخد واحد مول اهو ده كده واحد مول. لو كتبت 2O2 يبقى ده اسمه 2 مول من غاز الاكسجين. لو هنا 4 يبقى 4 مول، لكن هنا اصلا في واحد يبقى ده واحد مول. ممكن اعبر عن هذا المول، المول هنا ممكن اعبر عنه بالكتل. يبقى هنا هاخد الكتلة المولية، يبقى هنا الكتلة المولية. هو في الامتحان هيقول لك ان الاكسجين الاو ب 16، انا عندي O2، يبقى اذا هنا الكتلة المولية ب 32 جرام. ممكن اعبر عن المول بالحجم، ده درس المرة اللي فاتت، ده درس اليوم بالحجم. اذا هو هيقول لك في الـ ART اللي هي الضغط الغرفة والضغط العادي هنا بيشغل 24 دي سي متر مكعب. هذا المول بيحتوي على عدد من الجزيئات اللي هو عدد أفوجادرو. يبقى المول بيحتوي على عدد أفوجادرو، هنا عدد أفوجادرو اللي هو 6.2% في 10^23. يبقى الخلاصة ان المول الواحد بعبر عنه بالكتلة، بعبر عنه بالحجم، وبعبر عنه بالعدد. ناخد بس مثال واحد للدرس. بيقول لك هنا لو احنا اخذنا علاقة عادية بهذا الشكل كده،
هنا عدد المولات. ممكن اخد الكتلة، كتلة المادة على كتلة المول. ممكن علاقة تانية، لو عايز عدد المولات، لو اداك حجم الغاز هقسم على 24 لتر هيطلع عدد المولات. وكذلك لو هنا عايز عدد المولات بس اداك هنا عدد، هجيب عدد الجسيمات على عدد افوجادرو. مثال واحد فقط، هناخد هنا مثال، احسب عدد مولات 48 لتر من غاز الأكسجين في معدل الضغط، معدل الضغط ودرجة الحرارة. هتجد هنا ان هتقول ان عدد المولات هتساوي، هنا مديك حجم، يبقى ناخد حجم الغاز على 24، يبقى هتساوي 48 تقسيم 24 هيطلع هنا 2 مول. الواجب حل كتاب المدرسة صفحة 75 رقم 11 و12. تمنياتي بالتوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.